أحسن الله إليكم. تقول: ما أسباب استجابة الدعاء وأسباب عدم استجابة الدعاء؟ هذا له أسباب كثيرة. الأصل أن الله يستجيب الدعاء، الأصل أن الله يستجيب الدعاء. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الصحيح حديث النزول الإلهي إلى سماء الدنيا أن الله جل وعلا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فالأصل أن الله يتقبل الدعاء بموجب وعده الكريم. وقد لا يستجاب الدعاء لمانع من قبل العبد، مثل أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: كالرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء. وكذلك من موانع قبول الدعاء إذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم، فإنه لا يستجاب دعاؤه. وكذلك من موانع قبول الدعاء إذا دعا الله بقلب غافل، إذا دعا الله بقلب غافل فإنه لا يستجاب دعاؤه، كما جاء في الأثر: فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. نعم.